هذه واحد لويحة خاطركم. أصدقائي مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. كيف العادة راه كنسى، انا عندي ميموري شوية عيانة، ما عرفتش من فلوق هذا واش النهار السادس ولا السابع ولا الثامن، هي ما عرفت. ما علينا، فلوق ديال اليوم غادي عندنا بزاف ديال التشيكين، بزاف ديال الناس غادي يوصلوا، كنظن واقيلا شي جروب غادي يوصل، كاين شي كومبيتيسيون هنا في هاد البلاصة هادي، وخصنا غادي يعمر اليوم غايجي بزاف ديال الناس. يعني كنظن غادي يكون فلوق مبلبل، غنحاولو نتعرفو على كاع هادوك اللي غادي يجيو هنايا، نتعرفو على التيتيز والدراري وكل شيء. ما عرفتش واقيلا غادي يجي غير التيتيز، ولكن ما عرفتش منين غادي يجي وغادي نشوفو. دابا كيفاش الاصدقاء، فقت دوشت اللعيبات، غنمشي دابا ناخذ الفطور العجيب كيف العاده. انا راه كيحطو لينا فطور ديال الله، انا نوريه لكم، وخليو لي في كومونتيرات واش كيعجبكم هذا الستيل ديال الفلوغات ولا لا. هو الفطور فين محطوط، وراي لكم حسين زربان كما كتشوفوا. كما العادة الاصدقاء في اليسرى هو السناك، هذا هو الوصل الاصدقاء. نعمر طبيسين ديالي باش نعالجو الفطور ديالي الناس جداد. ديجا الفطور ديالي كنت وريتو لكم في الفلوغ ديال اول نهار، ولكن نعاود نوري لكم حيت دابا تزادو عندنا الناس جداد. مرحبا بكم الاصدقاء وكاع اللي دار سبسكرايب معنا في القناة واللي كيتفرج فينا. كيف ما كتشوفوا هنايا كاين واحد الكاس ديال العصير، هذا درتو قهوة مخلطة مع الحليب مع كوبيل اللي كيتسمى كابوتشينو، هو هذا الكابوتشينو. هنا واحد الساندويتش فيه بيض ولا نشون شي لعيبات، بنانا. كنتو كتبتوا لي في الكومونتيرات في الفيديو الاول ما كتسات لي السمي ديالو، السويله، هو هذا السويله وهذا الباباي. دابا غادي نضربوا هذا الفطور هذا الزوين، وكنقدم لكم معنا برونو. برونو يلاه جا توا متطوع جديد معنا هنا في الهوستل، يلاه وصل اليوم تا هو سراف. المهم هضرت معاه زعمني قال لي يلاه نمشيو نسولفيو، قلت ليا الطرانش هادي ديال البوليبور، هو كيدير اللونغ بورد، غادي نمشيو غادي نشدو شي مويجات. برونو يو اميغو، فوسي بريفيرا فالار كوم بورتوغيز او انجليز؟ بورتوغيز ديفينيتيفلي. بورتوغيز برونو، فوسي دي سالفادور ني سالفادور بايا بايا يو برونو سالفادور بروكسيما مس تبيتي كوينسيدنس No tem onda se va. Ah, che è sto? Che smo è la spera. Ma poi mi ma sti sebe. Sì, due, tre persone. Sì. ما بانش لينا المواجهة الأصدقاء، ولكن هاني حنا بلا مواجهة غنخلقوها معاكم، مكاينش شي إشكال. جينا للقراية ديال بالي، راه كتشتوها معايا في واحد الفلوق، ما عقلتش واش النهار الثالث ولا النهار الثاني. كنا جينا وكانت الشتا هنايا وما لقيناش كيفاش نديرو نعومو ونسرفو، ولكن اليوم مكايناش سميتها دونك غادي نخلقوها شوية. أنا غادي نقصر بيني وبينكم، غير غنقصر غير شور بريك حيت ما عنديش لي بان، دونك غادي غير ندفع برجليا ونسرفو شوية نشدو شي مويجات وصافي. هذا هو اللي كاين الأصدقاء، تمتعو معنا بهذا المنظر الجميل في القراية الواعرة. معنا برونو تا هو غادي نشوفو واش غيشد شي مويجات ولا لا، ونخلقوها حنايا مجموعين. أشو كيلا تيم كومبوزو دي بارتيزني. بانو لينا شي مميز كاين في واحد السبوت لي غنمشيو نحاولو نشدوه. إيوا ندخلوكم معنا تسرفو، واخا غادي نغامر بكاميرا حيت مع كاميرا عندي قديمة شوية، وغالبا غتولي ودبدات كدخل الما، هي ديال الما، ولكن مكنزعمش أنني ندخلها معايا في الما، ولكن ضروري حنا جينا للبلاصة إلا باش نسرفو غندخلوكم معنا. مشات الكاميرا هو هداك ممشاش حنا معاكم في الفلوقات، شوية ديال التسخينات قبل ما ندخلو باش ميشدناش شي كلاكاج ولا شي لعيب. سينو فاس ديريكتا الساط ما كيسخن ما والو، عندو هانيشا حنا ضروري نسخن شويه، ما راكم عارفين شحال هادي ما سرفت، سي ضروري نسخن شويه، نسخنو وندخلو معاهم.
غتخصم. كنبغي نديماري مع شي موجه والو دي الدراري الصغار ما خصاش بها ما والو. عطيتها لكابريلا ما عرفتش غتخسر بها شوي داكشي الدراري الصغار. نمشيو نضربو بشي هما برا وجولة. يلا نضربو بشي هما. هادي واحد لويحة خاطركم. هادي تلويحة في خاطركم الأصدقاء. ايانا نعاود شي وحده. طايفو مع المواجهه هاي. هادي فاتركم النصيحه. كونه مكان سير على الله يالي. اوبا واخا البور ديال الدراري الصغار ماشي ديال الصيف. ملي كنشوف شي موجه كبيره كنحس بها غادي تقسم وتخايف لا نقسمها حيت ماشي ديالها. هادي الله وسر ولا تسلمها مشكل خصنا نخلصوها. داكشي علاش في الاخر بقيت عا كنقصر وصافي. هاداك الشيء ديال الدراري الصغار وصافي. برونو بقى تماك ما بغاش يرجع. انا خاصني نروح حيت عندي فيديوهات دابا راه وليت كنحط لكم كل نهار ما عنديش الوقت. انا بغا باش نمونط لكم فيديوهات باش نحط لكم غدا الى هادشي اللي كاين. وكما قلت لكم راه الوصر غادي يعمر بالليل. الوصر غادي يعمر بالليل دونك غادي تبلبل شويه بالليل. شوفوا الناس اللي غادي يجيو جداد كيفاش غادي يدوز العيد. شوفوا الليل كيفاش غادي يطلع. هادشي اللي كاين الاصدقاء. حنا دابا راجعين للوصر. اصدقائي كنمشي عليكم طلع لي الدم حق الله العظيم. طلعنين عندي اليوم تخربق. المهم كيف ما شفتو كنا مشينا السورفينا رجعت انا للهوصل وانا نتلاقى مع السيد مول الهوصل حيت هو كيشد معنا الشيفت ديال الريسبسيون. وفاش شافني معنا دابا الاشكال انني ديما ملي كنتلاقى انا وياه كنتعامل معاه زوين وكذا وهادي. علاش كنبغي نخلي بلاصتي زوينه وصافي. يعني ماشي كيسيون ديال التبحليس ولا ديك الهضره ديال والو. انا ما عنديش مالك عندي هانيش. وكان ديما كيكون عنده شي غرض كيقول لي كوفريني واحد السويعه كوفريني واحد الساعتين واخا راه ماشي ما داخلش في الشيفت ديالو ولكن كنبغي نتعامل معاه. ولكن دابا مؤخرا كيف ما كتعرفوا دابا ولو عندي فلوغات اليوميه وعندي دابا بلانات وعندي بلانين فهمتوني. يعني ندير بلانين ديال النهار كل ساعه شنو خاصني ندير. الاشكال انني ما عنديش كيفاش نديرها كلها. وكلا زقلت شي حاجه صافي مشات ليا. كان البروغرام ديالي انني غادي نرجع للهوستل نضربها بتدويشه غادي نقصي شي لعيبو غنطلع نتريني واحد السويعه باش ندير الشيفت ديالي مع السبعه. انا ديك الساعه كنت وصلت هنايا للهوسه كنت وصلت مع شي 4:30 بحال هكا صافي. الباقي قال لي موصيف هكذا عندي واحد الغرض طن 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 قال لي غتكوبريني في الشيفت ديالي وكذا ودي واحد السويعه بين ما جيت. كنمشي عليكم ما بغيتش نقول ليه لا وهادي حشمت منه صافي. قلت ليه صافي غاسير. قال لي واحد الساعه نجي. درت في بالي راه ديك 5:30 غادي يجي غتبقى لي ديك السويعه غنقصي شي لعيبه بالخف غنمشي نتريني. صافي خلاني مرهون هنايا تقريبا حتى شي 5:45 والاشكال دابا انا في الفلوغات اليوميه ديما كنحط لكم فلوغات مع السر ديال العشيه ديال هنا ديال البرازيل. يعني هي 10 ديال الليل عندكم حيت هنا فين تيكونوا نتوما بروعه السويعه.
يعني اون فوا جا هو مع ديك مع ديك السلارو بحال هكا كان خاصني نريح باش نشوف الكومونتيرات ديالكم. راكم عارفين فاش كيتلاح الفيديو خاصني نشوف كومونتيرات كدا نشوف البلانات باش نعرف شنو كاين. وصافي جا خونا طلعت كان الفيديو غادي يتلاح بقيت كنشوف الفيديو معاكم والفيديو راه تقريبا اقل فيديو راه كنحط فيه 30 دقيقه يعني تقريبا الساعه وانا مريح كنشوف الفيديو باش كنشوف كومونتيرات اللعيبات. صافي مشات لي الحصه ديال السبور اصدقاء والله الا كعيش قسما بالله. ودابا مشكله السيمانه دابا راه ما تريني تشوز قسما بالله يعني راه بقى في الحال والله العظيم. اليوم راه السبت صاحبي عندنا هنايا ما عرفتش نتوما انت تشوفوا البلوغ هذا ولكن راه اليوم حنا راه عندنا السبت فاين طلع لي الدم على الاصدقاء. دابا على هذا الحساب هذا كيبان لي واقيلا غدا غادي نمشي لهداك البلاصه اللي كنت وريتكم في هذيك الفابيلا اللي باش كنت مشيت حسنت كيبان لي غنمشي تما كنخلص هذيك 30 درهم غندير شي حصه ديال الفول بادي غنخبط فيها مزيان واحد الساعتين ديال المكانه غنخرجها في هذيك 30 درهم بالرجوله عاد باش غادي نبرد. دابا ملي مكنترينيش قسما بالله الا كنحس براسي مبرمج كيطلع لي الدم وكنولي مخربق. ودابا الاشكال دابا حتى الشيفت اللي عندي اليوم عندي من الصباح حتى 12 ديال الليل دابا 10 دابا وكنحاول دابا المشكله دابا كاين بزاف ديال التيكي كما كنت قلت لكم غدا غادي يكون واحد الايفنت وبنادم دابا كيجي حتى الليل. انا كان على بالي راه غادي بنادم غادي يجي نورمال في الصباح باش الساعه دابا بنادم كدير لي التيكين بالليل هكا كنكون خدام ليكم في الفلوغ مثلا كنمونطي ولا شي لعيبه حتى كيسوني عليا شي واحد صافي كنتمشكل وانا خصني نتكونسونطرا باش نحط لكم باش نمونطي داكشي على خاطري وكدا وهادي. والله الا تخربقت الاصدقاء ما عرفتش شنو غادي ندير كيقول لي واحد الدماغ غنسالي مع 12 وغنطلع غادي نخبط غادي نتريني ولكن عاوتاني مع انكشا الاصدقاء غدا خصني عاوتاني نفيق بكري باش يلا نفطر وكدا وهادي. والله ما عرفتش شنو غادي ندير كيبان لي غنكنسلي عاوتاني حصه كما قلت لكم غدا غنطلعو لهاديك فافيلا وغنخبطو مزيان واخا الوسط غتكون بلبلا وكدا. المشكل دابا غدا الحد واش غيكون حاله اين المشكلة قسما بالله. المهم معليناش الاصدقاء كنتمنى يكون عجبكم هاد البلوك كيف العادة. متنساوش اللايك سبسكرايب دعمونا الاصدقاء راه محتاج الدعم ديالكم ديال بصح انا راه كندير اللي عليا والوقت عندي كدا ولكن مهما كان راه مكنبغيش نزقل ليكم اي نهار في البلوكات اليومية وكنبغي نكمل ليكم. وحتى نتوما ما تخسروا والو الاصدقاء لو راك هذيك اللايك واللي مازال ما دايرش سبسكرايب اش كتسنى اصاحبي اش كتسنى اصاحبي دير سبسكرايب الله يحفظك دير سبسكرايب خليو لينا شي كومونتير زوين ونتلاقاو في الفيديو ديال غدا ان شاء الله تهلاو.